صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي شوي. واحد بيحكي وبس. خلاص صلوا على النبي، اسمعوا. علي صوت. واقف انا وزميل هذا عمره 11 سنة. هو اسمه خالد مصطفى. صلوا على النبي. علي صوت الخالد. واقفين برا انا وياه. ما شفنا علاقة هون في بيتنا. ما شفت ولا شيء. اسمعوا. أنا تعبونا المستشفى كمان حامل على الشارع. تعبونا غير كان حد. ما شفت هذه. مين أطلق رصاص؟ أنا. وين كانوا واقفين يا أم خالد؟ ابن الضيعة والله. بشو هي الآلية اللي تكلم فيها؟ شو الآلية؟ برزي أم وعليها مين طاق؟ كل شيء كان جاي على الضيعة طبعا طرفتنا كلياتنا وصار طاقتنا علينا مثل الرصاص فخ المطر علينا. هذا غريزي ولا ولا واحد؟ هاي احنا أمهات الشهداء. أعطلوا لي واحد بر واحد. يلا. يا بس خليه تيجي راح يشوف كل وضع. خليه تيجي الشهداء بالأول. يا سلام يا سلام.